ومؤمنين جدا ان الفكر، يعني احنا محتاجين في مصر دايما افكار خارج الصندوق. افكار خارج الصندوق دي بيطلعها الشباب. يعني لو شفت على مستوى العالم وعلى مستوى مصر الافكار اللي هي ضربت مره واحده، هتلاقي ده هو. شويه امثله كده، ايه الافكار، ايه المبادرات اللي عملتوا، ايه للشباب؟ يعني هقول لحضرتك انا حاجه، المبادره بتاعت ان احنا نقعد مع لجان ونطلع اللي هي الناشونال بيزنس اجنده دي 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 طلع من عندنا. ان احنا نقول المشكله ورأينا في طريقه الحل. ماشي، الكلام ده كله عظيم، بس ممكن يكون نظر، يعني عايزه حاجه على الارض بقى كده، نشوف الشباب ونساعدهم يعمل مبادرة مشروع. عملناها اسمها مبادره تشتغل دي. دي ان اشهرناها في 2015. دي اتبنت على ان احنا في كل رجل اعمال او كل مجال عمل ينقصه الاعمال المدرب وينقصه الفكر بتاع ان احنا نشتغل. فبنينا المبادره دهيت على المحاور دهيت، اغير الفكر بتاع الفكر الفني. العمل الفني طبعا. العمل الفني ده هو ده، يعني ده عايز له 3 4 حلقات. فابتدي اغير المفهوم، ابتدي اغير المفهوم عند رجل الاعمال وعند العامل الفني وعند الموظف. يعني رجل الاعمال يبتدي يفكر في مصلحه العامل الفني والموظف زي ما بيفكر في مصلحه شغله. الفني يبتدي يفكر ويبتدي يتدرب ويبتدي يشتغل بجد. احنا ما عندناش مراكز تدريبيه، الناس ما عندناش اقبال على المراكز التدريبيه. فابتدي اغير له المفهوم ده، هو ابتدي اغير، يا سياده العامل، انت هتاخد شغل قد كذا، وهتبتدي يغير المفهوم ده، هيجي على اولادك وهيجي على البلد بتاعتك. يعني دي مبادره انشئت في او طلعت في النور في 2015 على مجموعه من اعضائنا، وقدرنا ان احنا نعين يتبنت في السيكتور بتاع او في القطاع بتاع المنسوجات في المحله الكبرى فرع الدلتا عندنا. قام بالمبادرة دهيت، يعني استثمر المبادرة دي، وقدرنا في خلال أقل تقريبا من شهرين ندرب ونعين 2500 فرد.